بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله. قال الإمام المصنف أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه كتاب البيوع: باب بقي شيء من باب، باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. كنا في حديث قال: حدثنا أبو موسى محمد بن موسى أبو موسى العنزي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، سواء كان مفاضلة أم بدون مفاضلة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء هذا أصح ما جاء. وهناك رواية استدل به بعض العلماء، رواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبعث جيشا على إبل كانت عندي، قال: فحملت الناس عليها حتى نفذت الإبل، يعني الحمل بمعنى أنه الذين ليس عندهم غزاة، مستعدون لكن ليس عندهم ما يركبون، فيحمله الإمام كما جاء في الآية الكريمة: وإذا جاءوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فأمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يحمل الناس على مثل هذه من إبل الصدقة، فنفذت الإبل وقد بقيت بقية من الناس لا ظهر لهم. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابتع علينا إبلا بقلائص من إبل الصدقة إلى محلها أو محلها حتى يأتي وقتها، يعني حتى تنفذ هذا البعث. قال: وكنت أبتع البعير بقلوسين. هنا يأتي الاستدلال من هذا الحديث: كنت أبتع البعير بقلوسين وثلاثة قلائص من إبل الصدقة إلى محلها حتى نفذت ذلك البعث أو نفذت ذلك البعث. فلما جاءت إبل الصدقة أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ليس فيه علة إلا تدليس محمد بن إسحاق، وبعضهم قال محمد بن إسحاق ضعيف، ليس هو ضعيف إن شاء الله، إلا أنه قد عللت أحاديثه بتدليسه، ولم يوجد التصريح بالسماء، ولم يوجد ما يكون شاهدا له. ولذلك الصحيح في هذا الباب كما قضى العلماء أن الصحيح النهي البات بأنه لا تباع الحيوان بالحياة، ولا يباع الحيوان بالحيوان نسيئة، سواء كان بالتفاضل أو سواء بسواء لا يصح، لأنها عدة روايات جاءت. قال: وفي الباب عن ابن عباس أيضا رواية صحيحة بإسناد صحيح، وجابر وابن عمر أيضا وهو حسن لغيره، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الحيوان بالحيوان نسيئة. فإذا يتلخص لنا في هذا الباب: ما يوجد حديث مخالف لهذه الرواية التي فيها النهي المطلق أن يباع الحيوان بالحيوان نسيئة. هذا هو الراجح الذي يتلخص إن شاء الله في هذا الباب، لأنه لو كان ذاك الحديث صحيح، قالوا أنه لو كان الحديث صحيحا أو الذين صححه حملوا الحديث بأن يكون مثل بيع الكالي بالكالي، الدين بالدين، يعني يكون
ليس يستلمه، إنما آتني دينا وأنا آتيك، أو آتني دينا بعد كذا من الأيام وثم آتيك أنا بكذا من الأيام وهكذا، فيقول لا يجوز هذا من الطرفين إذا كان. أما إذا كان استلام من جهة واحدة في حينه ثم يكون دينا ونسيئة جاز هذا، هكذا قالوا. لكن الذي يظهر الحديث بعمومه لا يباع حيوان بحيوان نسيئة، ليس له معارض، وذلك الصحيح في هذا، لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. أما إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحالة لما جاء، يعني نقول نظائره من ناحية البحث في المسألة، أنه لما جاء أبو هريرة رضي الله عنه أو بعض الصحابة بتمر جنيب من خيبر، وكانت جنيبا مجنبة من كأنها منقاة طيبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا يا رسول الله، إنا نشتري ساعا من هذا بساعين من ذاك. قال أوه أوه أوه، أين الربا؟ أين الربا؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا الحديث يستعمله الذين يستجيزون الحيل، هناك باب الحيل في بعض كتب الفقه، فقالوا هذه حيلة للاستجازة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بيعي الرديئة، إيش اللفظة؟ لفظة جاء بيع، لا لا هو جاء في بيع الجني، بيع الجمع، الجمع الذي هي غير منقى، يعني مجموعة من عدة أنواع هي الردي، بيع الجمع واشتري به الجنيب، يعني كيلوين منها أو ساعين من هذا بيع واشتري بقيمته جنيب. أما يستبدل تمر بتمر بالمفاضلة، فالتمر بالتمر فما زاد واستزاد ربا. فإذا أريد أن أقول أن أخلص لهذا، أنه إذا أراد أن يأخذ ففي هذه الحالة هو على كل حال لا يشتري، لا يعني يأخذ منه سواء بسواء. إذا كان يريد فيقول قرضا، آتنا قرضا فقط، ليس له غير هذا، آتنا قرضا إذا جاء نأتيك إن شاء الله. وهو يكون خاصة إذا كان على مسؤولية البيت المال فقط إن شاء الله يوديه، فليس إلا قرضا فقط، ليس إلا قرضا فقط، وليس نسيئة بحيث يبيع يأتي واحد بدله اثنين أو اثنين بدله واحد. حتى لو اختلفت الأجناس والله أعلم، يعني لو لا نقول أنه فيه باب الربا، نهى عن بيع الحيوان، قال الحيوان اثنان بواحد. الحديث الثاني انظروا فيه، قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث أنه قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الحجاج وهو ابن أرطاه عن أبي الزبير عن جابر، هذا الحديث له شواهد، وأبو الزبير عنعن إلا أنه له متابع كما ذكر، فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيوان اثنان بواحد لا يسره نسيئة ولا بأس به يدا بيد. إلا يعني إذا كان يدا بيد فاثنين، لو كان مفاضلة ما يجوز، أنت تقول لو لأجل المفاضلة لا، لكنه إذا كان اثنان بواحد يدا بيد لا بأس فيها، لا بأس فيها. ربما يكون بقر تريد منها بدلها جمل واحد بثلاثة أبقار أو أربعة أبقار، فهذا جائز إذا كان يدا بيد لا نسيئة، فيكون هذا هو الحل. فإذا يتلخص في هذا الباب لا يجوز نسيئة بالتفاضل أو بغيره إلا إذا كان يدا بيد. ثم قال باب ما جاء في شراء العبد بالعبدين، عبد واحد بالعبدين. قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد البغلاني أنه قال حدثنا الليث وهو ابن السعد الفهمي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة، ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد، فجاء سيده يريده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه. كأنه يعني هذا من كرم النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لما بايعه على الهجرة ولم يعلم أنه عبد
فأراد أن يبقى مهاجرا فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ما جاء إلا قال بعنيه فاشتراه بعبدين أسودين. انظروا، ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله عبد هو، فيكون كأنه من كرم النبي صلى الله عليه وسلم ما دام بايع على الهجرة، والهجرة تبقي أو تريد أن تبقى يبقى العبد في محل الهجرة، لكن جاء صاحبه يريد أن يلغي هجرته فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم عبدين، فاشتراه بعبدين أسودين، يعني يدا بيد. فلا يكون مثلا لو كان واحد يقول الحيوان يدخل فيه العبد، والإنسان حيوان، قد نعم الإنسان حيوان، المنطقيون يقولون حيوان ناطق، ما هو كذا، فيعني لا يجوز، لا أحد يقول يعني إذا كان حتى عبدين بعبد وثلاث عبد جاز إذا كان يدا بيد. الذي يظهر أنه لا يجوز نسيئة، والله أعلم. كيف نجب؟ أي فإذا لم يكن نسيئة، انظر الحديث، ما فكرت حديث الثاني، قال اثنان الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئة، اتفق مع الحديث السابق، مو كذا؟ مطلق البيع سواء كان اثنان أو بيع واحد بواحد نسيئة، ولا بأس به يدا بيد. باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل وكراهية التفاضل فيه. قال أبو عيسى، وفي الباب عن أنس رضي الله عنه، قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا بأس بعبد بعبدين يدا بيد، واختلفوا فيه إذا كان نسيئة. في الحقيقة ينبغي الاختلاف، أو أحرب أن يكون الاختلاف هناك، لأن الحديث بعضهم صحه وقال ابن إسحاق حديثه صحيح مطلقا سواء دلس أو لم يدلس، لكن لا ينزل هذا القول على وصول أهل الحديث بأنه ما دام دلس فيكون علة في صحة الحديث، ويبقى بعد ذلك في الميدان حديث صحيح أو حديثان صحيحان في النهي عن بين الحيوان بالحيوان إلا إذا كان يدا بيد. فقال الترمذي رحمه الله واختلفوا فيه إذا كان نسيئة. نعم، لكن في مكان الاختلاف الراجح أن يكون ما صح من الأدلة، والصحيح في هذا أنه نسيئة لا يجوز، إذا كان يدا بيد فهو الذي يجوز. وإن اختلف الحيوان الظاهر، نعم، يبدو هكذا والله أعلم، لم يذكر فيه، فعلى العموم حتى أظن ابن حزم بشدة قال لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان وإن اختلفوا. هنا انظروا، بل كأن هذا فيه إشارة النص أن العبد ما يعني اشتراه بعبدين عبد واحد لكنه يدا بيد، فيبدو والله أعلم أنه أي حيوان لو كان فيه تفاضل لا يمنع إن شاء الله، ولا يجوز نسيئة بأي حال من الأحوال. نعم. قال حدثنا سويد ابن نصر، باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل وكراهية التفاضل فيه. والكراهية نريد أن نشير بأن المقصود منها حرمة، وليست الكراهية كما جاء إن شاء الله في كتب أو دواوين الستة من السنة. قال حدثنا سويد بن نصر أنه قال حدثنا عبد الله المبارك أنه قال أخبرنا سفيان، عبد الله المبارك شيخه سفيان هو الثوري، عن خالد الحذاء، خالد بن مهران، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، عن أبي العشاس، أبو العشاس هو سليم بن أسود أبو العشاس، قال عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل، والتمر بالتمر مثلا بمثل، والبر بالبر مثلا بمثل، والملح بالملح مثلا بمثل، والشعير بالشعير مثلا بمثل، فمن زاد أو ازداد. وفي رواية البخاري ومسلم فمن زاد أو استزاد، طلب الزيادة سين للطلب، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، أي أخذ الربا. بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد. وفي الأحاديث الأخرى فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ف
فكيف شئتم يدا بيد، وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد. هنا الأمر واضح جدا في هذه الربويات، واضحة جدا. فهل الربويات هذه هي الستة أم هناك علة الكيل أو علة الوزن أو كذا؟ فلذلك علماء تكلموا فيها، وهنا محل الاختلاف، والاختلاف يكون مقبولا لأنه ليس فيه نس، إنما هو تلمس السبب، تلمس العلة. لماذا الذهب بالذهب؟ لأنه موزون، فكل موزون لا يجوز التفاضل فيه إلا إذا كان بجنس آخر، فإذا اختلفت الأجناس. كذلك الملح بالملح، إذا كان هذا مكيل، البر بالبر مكيل، فكل مكيل كل مكيل، فإذا كان هناك يعني دخن، ذرة، رز وغيره، فهنا حيث إنه لا يوجد فيه نص بأنه غير هذه الستة هل يكون فيها ولا يكون، فالعلماء لهم اجتهاداتهم رحمة الله عليهم. وعلى كل حال بعضهم قال ليس يوجد الربا إلا في هذه الستة، هذه الستة وغيرها جاز أن يباع نسيئة متفاضلا كما يريد الإنسان، لكن لا شك فيه أن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فالمسلم ينبغي أن يكون على احتياط في هذه المسألة. نعم. قال: وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة وبلال بن بلال وأنس. قال أبو عيسى: حديث عبادة حديث حسن صحيح، وقد روى بعضهم هذا الحديث عن خالد بهذا الإسناد الذي ذكر، يعني خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي العشاش، عن عبادة، وقال بهذا الإسناد، وقال: بيعوا البر بالشعير كيف شئتم يدا بيد. يعني كله ليس إلا اختلاف الرواية بالمعنى. قال أبو عيسى: حديث عبادة، وروى بعضهم هذا الحديث عن خالد، عن أبي قلابة، عن العشاس، عن عبادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، وزاد فيه: قال خالد أي الحذاء، قال أبو قلابة، يعني التابعي أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، وهو تابعي، لكن هنا رواية التابعي عن التابعي، قال أبو قلابة، أبو قلابة هو صحابي تابعي، روى عن أنس وغيره في صحيح البخاري، في صحيح البخاري الحديث الذي فيه قال أنس رضي الله عنه: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، من السنة. قال أبو قلابة، أبو قلابة عن أنس، قال أبو قلابة: لو شئت أن أقول إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أبو العشاش التابعي رواية الأقران، ورواية التابعي عن التابعي. يقول: وفيه قال أبو قلابة، قال أبو قلابة هذا الكلام: بيعوا البر بالشعير كيف شئتم، يعني ليس من رواية عبادة بن الصامت للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يعلل به الذي جاء الزيادة في هذا الحديث. بعضهم رووا وهم ثقات هذه الزيادة منسوبة مذكورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالتابعي وأتباع التابعي، وفي هذا الزمان قد يكون الإنسان يقول بمعنى الحديث كأنه من عند نفسه واثقا على أنه ثبت هذا الحكم بالحديث، فلذلك لا يعلل بقول أبي قلابة الحديث المرفوع بهذه اللفظة، مرفوع ومقطوع من فتوى أبو قلابة وفتوى الصحابي وفتوى التابعين بموافقة ما روى في الحقيقة. هو روى هذا وروى عنه بعضهم مثل فتوى، فهذا يقوي المرفوع، فتوى الصحابي الموقوف مطابقا لمعنى الحديث يقوي المرفوع الذي هو الذي رواه، أما إذا كان غيره فهنا قد يكون فيه سبب علة وقد ينظر فيه بالتفصيل، لكنه إذا كان هو الذي رفعه ثم هو الذي أفتى به كأنه من قوله، فهذا كما يستعمله غير واحد من العلماء الموقوف يقوي المرفوع، لأنه وثق بصحة هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فأفتى بدون ذكر الحديث. نعم. ها؟ هو هذا كيف شئتم يدا بيد، موجود فيها
هنا قال كيف شئتم، لم يذكر يدا بيد، وذكر الحديث والظاهر المقصود منها والله أعلم يدا بيد، وما هو يدا بيد. وإذا وبيعوا الشعير أولا مع الحديث الظاهر محمول عليه قطعا بهذا المعنى، فذكر الحديث. يقول والعمل على هذا عند أهل العلم، عند أهل العلم لا يرون أن يباع البر بالبر إلا مثلا بمثل، والشعير بالشعير إلا مثلا بمثل، فإذا اختلف الأصناف فلا بأس أن يباع متفاضلا إذا كان يدا بيد، وهذا قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال الشافعي والحجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بيعوا الشعير كيف شئتم يدا بيد. قال أبو عيسى وقد كره قوم من أهل العلم أن تباع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل، وهو قول مالك والقول الأول أصح. هذا ما مما يعجب من أو مما يعني يسر من قول الترمذي رحمه الله، يأتي حكما صارما لأنه ذكر الحديث فهو الذي يكون أصح. وإن قال مالك رحمه الله أنه لا تباع الحنطة بالشعير لأنه كأنه جعل من جنس واحد، من جنس الحنطة والشعير جعل من جنس واحد، وكذلك هناك مذهبنا بيضاء نوع من الحنطة، فالظاهر كل أنواع الحنطة يكون لها حكم واحد، والشعير جنس آخر لا شك فيه. نعم، والناس يعرفونه من قديم الزمان، الشعير شيء والحنطة شيء. أصل القاعدة هذا، وشوف وما شاء الله يعني يؤكد الاتباع ويقول والقول الأول أصح، نقول في موضع الخلاف. وهذا مما اختص به الترمذي رحمه الله من بين الكتب الستة، يذكر فقه مقارن، يذكر أقوال العلماء، ثم يعطي الحكم الراجح، يقول القول الأول أصح. فإذا رأيت أن الحديث صحيح وجاء قول أحد من الأئمة فكل يرده من قوله ويقبل إلا صاحب هذا القبر، قال مالك رحمه الله بنفسه. فإذا قول الترمذي والقول الأول أصح هو الذي لا شك فيه، يودي به القول إلى النظر إلى أحاديث الباب. والظاهر وهو قول مالك، وهو قول الليث وعوزاي وحجتهم أن الحنطة والشعير هما صنف واحد، لكن إذا كان عندهم صنف واحد عامة الدنيا كلها ما تعرف أنها صنف واحد، لأن هذا نوع وذاك نوع، وهذا يرغب فيه أكثر وهذا أقل، حتى إنه يعني في بعض المناطق يجلون للأغنام، ومن قديم الزمان الظاهر كان هذا. على كل حال، فإذا ما دام جنسان فلا يختلف الحكم إن شاء الله. باب ما جاء في الصرف. الصرف في الغالب إذا قيل الصرف هو في القديم الذهب والفضة، بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة، أو بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة. الصرف كما يقولون بيع النقدين، نقدين هكذا، وكما في الزمان الأول كان النقدان هو الذهب والفضة، ثم بعد ذلك اصطلحوا على الآن ما أو في قبل هذا ما يساوي الذهب المخزون عنده بالورق، ما هو كذا، فصار حكمه حكم الذهب والفضة. فهنا الآن الصرف المقصود منه بيع الذهب بالفضة، وبيع الذهب بالفضة ذهب، وبيع الفضة بالذهب. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع أنه قال حدثنا حسين بن محمد وهو الذارع ثقة، قال حدثنا شيبان وهو شيبان بن عبد الرحمن النحوي الثقة، عن يحيى بن أبي كثير النافع قال انطلقت أنا وابن عمر إلى أبي سعيد، نافع مولى ابن عمر قال انطلقت أنا وابن عمر إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه حسين بن محمد الذارع، أظن ذارع هكذا، وتنظرون إن شاء الله أظن هو هذا حسين بن محمد الذارع ثقة، بالذرع بالذرع ليس بالزراعة، ذارع لعله كان من كانت هذه مهن موجودة، الذرع والكيل والوزن والزان وكذا. نعم، الكيال. شيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي، أن يحيى بن أبي كثير النافع قال انطلقت أنا وابن عمر
إلى أبي سعيد أبو سعيد الخدري رضي الله عنه مالك بن سنان بن مالك ومالك بن سنان فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعته أذناي هاتان يقول لا تبع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل والفضة بالفضة إلا مثلا بمثل لا يشف بعضه على بعض أي لا يزاد بعضه على بعض ولا تبيع منها غائبا بناجز ولا تبيع منها غائبا بناجز يعني حتى لو بعتم الذهب بالذهب أيضا لابد أن يكون يدا بيد سواء بسواء أما أن يكون ولو كان يعني سواء بسواء لكنه لا يكون نسيئة لا تبيع منها غائبا بناجز وبالفعل هذا الحمد لله هنا موجود إذا ذهبت تشتري عندك ذهب قديم وعندهم ذهب جديد فإذا كان أخذ منك الذهب القديم بقيمة كذا بقيمة كذا لا يجعل يعني بقية في الذهب الجديد يقول أعطنا باقي كذا قال لا هذه خذ هذه قيمتها ثم اشتري ما شئت وهذا جيد وهذا يعني الانتباه عندهم في علم هذه المسألة عند السواقين أو عند بياع الذهب هذا موجود بالحقيقة نعم فهذا هو يعني يجب أن يكون يبيع الذهب القديم إذا أراد أن يشتريه ثم يحصل ثم يأخذ ما جاء من القيمة ثم يشتري كأنه يشتري جديد بقيمة من عنده قال وفي قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان وأبي هريرة وهشام بن عامر والبراء وزيد بن أرقم وفضالة بن عبيد وأبي بكر وابن عمر وأبي الدرداء وبلال الآن نقول هل في زمن الصحابة كانه كان متواتر ما هو كذا لأن هؤلاء قوم يستحيل عادة تواترهم على الكذب ولو كانوا خمسة ستة ما هو كذا يعني ليس التواتر بمعنى يكون آلاف مؤلفة ينظر إلى أوصاف الرواة أيضا ففي زمن الصحابة اجتمع أبو بكر وعثمان الخلفاء الراشدون الثلاثة وأبو هريرة وهشام وكذا فنقول التواتر حاصل يستحيل عادة أن يتواتروا على الكذب من النبي صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو متواتر في زمن الصحابة قال وحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلا ما روي عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يباع الذهب بالذهب متفاضلا والفضة بالفضة متفاضلا إذا كان يدا بيد وقال إنما الربا في النسيئة لكنه هو قالوا أنه أولا قالوا لم يبلغ الحديث ثانيا رجع عنه رحمة الله عليه وكذلك روي عن بعض أصحابه شيء من هذا وقد روي عن ابن عباس أنه رجع عن قوله حين حدثه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم والقول الأول أصح والعمل على هذا أن القول الأول بتحريم إلا إذا كان سواء بسواء ويدا بيد والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد والشافعي وأحمد وإسحاق وروي عن ابن المبارك أنه قال ليس في الصرف اختلاف يعني ليس هناك اختلاف أنه لا يجوز إلا سواء بسواء ويدا بيد المسألة واضحة جدا إن شاء الله نعم ثم قال حدثنا الحسن ابن علي الخلال أنه قال حدثنا يزيد بن هارون أنه قال أخبرنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال كنت أبيع الإبل بالبقيء فأبيع بالدنانير فآخذ مكانها الورق يعني الفضة الدينار من الذهب والورق يعني من الفضة وأبيع بالورق فآخذ مكانها الدنانير فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته خارجا من بيت حفصة فسألته عن ذلك فقال لا بأس بالقيمة هنا في الحقيقة هذا الحديث ضعفوه لأجل سماك أو حماد بن سلمة كان فيه اختلاط ولذلك قالوا هذا الحديث الذي ورد عن ابن عمر هنا ضعيف قال لا بأس بالقيمة
يعني كأنه يقول إذا كانت تأخذ سواء بسواء. الحديث من حيث الإسناد ضعفوه، لكن من حيث المعنى ما هو؟ يعني إذا كان كنت أبيع بالبقي فأبيع بالدنانير، يعني هذا الإبل أو هذا الجمل بخمسين دينارا، ليس عنده، اتفقنا على لفظ الدينار، اتفقنا على لفظ الريال، ريال السعودي مثلا، فليس عنده شيء، فالآن هل يجوز أن يؤخذ قيمة الريال السعودي بقيمة درهم أو نقد آخر أو لا يجوز؟ هنا المسألة، من حيث المسألة والله أعلم ليس فيه حرج، لكن من حيث الإسناد لم يثبتوا الإسناد، فأخذ مكانها الورق إذا لم يكن عنده. الآن حتى الذهب بالورق مفاضلة جائز أصله، فإذا أخذت مكانه قيمته بالورق واتفقت معه على الذهب على الدينار، أو اتفقت معه بالفضة وأخذت بدله حسابه وقيمته من الذهب، فالظاهر يكون جائزا ولو كان مفاضلة، فهنا أيضا إن شاء الله يجوز، إذا اتفق على شيء يجوز استبداله لا بأس فيه. لكن الحديث فيه بعض الضعف، قالوا أنه السبب فيه حماد بن سلمة يختلط، وسماك بن حرب يخطي في بعض أحاديثه، لكن سماك بن حرب في الغالب يخطي في حديث إكرمة بن عمار هكذا، إلا أنهم ضعفوا. انظروا ماذا قال، قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرف مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر، وروى داود بن أبي هند هذا الحديث بدل حماد بن سلمة، لا بدل سماك بن حرب، روى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفا من فتواه من قوله، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أن لا بأس أن يقتضي الذهب من الورق والورق من الذهب من الذهب، وهو قول أحمد وإسحاق، وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ذلك، والله أعلم. لكن لا يظهر سبب الكراهة ما دام أصل الذهب والفضة يجوز فيه التقييم والتفاضل في القيمة، ما هو كذا؟ ولو كان الذهب بعين الذهب والفضة بعين الذهب، فإذا جاء الأداء ليس عنده ذهب آتى قيمة الذهب إن شاء الله على ما هو في السوق معروف لدى الناس، فإذا القياس يقتضي ألا يكون هناك أي شبهة في التحريم، لا يكون شبهة في كونه حلالا، يعني ليس فيه شبهة كونه حراما إن شاء الله، ما دام الذهب بالفضة مفاضلة يجوز، اتفقت مع الذهب ما هو من قيمة الذهب، لكن ما عنده ذهب وقال خذ من الفضة ما يساوي قيمة الذهب المتفق عليه، فلا ينبغي أن يقال إنه لا يجوز. ولذلك القول الراجع في هذا إن شاء الله أنه يجوز أن يتفق على نقد ويأخذ نقدا آخر ما يساوي قيمته، وهذا يحتاج إليه الناس في كل حين، ما هو كذا؟ النقود تختلف الآن، وصارت الريالات والروبيات وكذلك دنانير كويتية وكذا إلى آخره، فيجوز أن يؤخذ قيمته إذا كان يدا بيد. المسألة إن شاء الله واضحة فيما يظهر، الله أعلم. يقول والأمر على هذا عند بعض أهل العلم، قال في نيل الأوطار وهو محكي عن عمر وابنه عبد الله والحسن والحاكم وطاووس الزهري ومالك والشافعي وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد وغيرهم، وروي عن ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب وأحد قولي الشافعي أنه مكروه، أي الاستبدال المذكور، والحديث يرد عليهم. لكن الحديث ما دام لم يثبت لا يقال إن الحديث يرد عليهم، يؤخذ الرد من جهة من دليل آخر، واختلف الأولون فمنهم من قال يشترط أن يكون بسير يومها، نعم هذا يعني أيضا قالوا أنه يوم الذي اشترى يأخذ بسير يومه، وبعضهم قال هنا اختلاف، وبعضهم قال الوقت الذي يودي يجوز أن يكون في ذاك الوقت، لكن الذي يظهر ما دام يكون يدا بيد فلا بد أن يكون بسير يومه في يومه، والنسيئة لا يصح في هذا الباب، والله أعلم. نعم. ثم قال
حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد أنه قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه قال أقبلت أقول من يصرف الدراهم، أي من يصرف الدراهم، فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب أرنا ذهبك، لأن الذهب قد يختلف جودة ورداءة، أرنا ذهبك ثم ائتنا إذا جاء خادمنا نعتك ورقك. فقال عمر كلا والله لتؤتينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الورق بالذهب ربا إلا هاء وآء، يعني خذ وآتي، والبر بالبر ربا إلا هاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. نعم، هذا هو الصحيح في الرد. عمر رد رضي الله عنه وذكر الدليل. وينبغي الإنسان إذا رد أحد أو إذا بين المسألة عامة فيذكر الدليل حتى يطمئن إليه المستفتي أو السائل. نعم، قال أو لتردن إليه ذهبه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الورق بالذهب الآخر. فإذا أحسن الفتاوى ما يكون مزينا بالدليل الواضح. نعم، الورق هو الفضة، التمر به لا، الظاهرة للربويات المنسوسة هي ما يجيزون مطلقا. إذا اختلفت الأصناف، قال هنا الورق بالورق والتمر بالتمر، وهذه الأصناف مذكورة هنا، وقالوا لا يجوز فيها التفاضل مطلقا ولا النسيئة، التفاضل يجوز لكن النسيئة لا يجوز. قرضا نقول هذا يعني ليس بيعا، هذا قرضا يكون ياخذ التمر من عنده قرضا ويودي قيمته ورقا او فضه او ذهبا او شيء. ما كيف يتصور انه يبيع الورق والتمر، يشتري التمر بالورق نسيئة؟ كيف؟ هذا صار قرض، ليس يعني الظاهر صار قرضا، والله أعلم. ها؟ بيع لأجل. نعم، هي ما إذا كان الذهب بالذهب، لكن الذهب بالتمر قل هكذا، يعني هذا من الأموال وذاك من النقود، فإذا كانت النقود اختلفت أيضاً فبيعوا كيف شئتم، كذلك التمر بالتمر. أما إذا كان التمر بالبر والبر بالتمر هذا يتجوز فيه النسيئة، نسيئة فيها يجوز إن شاء الله، لكن النقود فيما بينها، وكذلك المنصوص هنا في الربويات قالوا لا يجوز التفاضل بينها إلا إذا كان يدا بيد، فالتمر بالبر والله أعلم، حتى أنهم قالوا لا يصح إلا أن يكون نسيئة. نعم، أي فهو هذا يقول نسيئة لا يصح، هذا الذي يقال نسيئة التمر بالتمر لا يصح إلا إذا كان يدا بيد، ولا يجوز وإن كان تفاضل لكن لا يجوز أن يكون نسية. التمر بالبر جاهز الظاهر والله أعلم. إيه، لكن هذه نفسها الشعير بالشعير الذي قال ابن حزم لا يجوز، وهذا قالوا أنه هو يعني لا يرد، شوكاني وغيرهم قالوا لا يرد قوله، قال هذه الربويات لا يجوز إلا يدا بيد، حتى الملح لو أردت أن تبيع تشتري بالتمر فلا يجوز إلا يدا بيد، نسيئة ما تجوز، هذا هو أي، لكنه التمر بالتمر ولا التمر بالملح، فإذا
يدا بيد، فإذا يكون هو النسيء لا يجوز، نسيء لا يجوز، إنما يكون إذا كان يدا بيد. ربويات خاصة المنصوصة هنا، نعم المنصوص عليها، أو يتعدى الحكم بالمكيلات والموزونات، هذه مشكلة العلماء تكلموا. لكن الذين قالوا بحصر هذه الربويات المذكورة هم الأسعد بالنص، والباقي غير مذكورات في هذه جاز التفاضل فيه، جاز التفاضل فيه. فإذا الملح بالتمر لا يكون إلا أن يكون يدا بيد، لكن إذا كان هناك ملح بالدخن أو ملح بأي شيء فيجوز فيه النسيء إن شاء الله. نعم هو هذا السبب الذي لأجل هذا السبب قال هناك زبيب، هناك كان أيضا الزيتون وأشياء أخرى النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر، فإذا حتى الحديد بالحديد وكذا لا يدخل فيه، إنما يدخل هذه الربويات فقط الستة، ولا يدخل في الربا غير الربويات. على كل حال الاختلاف موجود، وبالفعل كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الدليل دليلهم ما دام كان موجودا ولم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ولم يشر بكلام أنه كلما كان مكيلا أو موزونا فلا تجوز فيه الربا، لم يقل، فقالوا الأصل في الحل هكذا. على كل حال الاختلاف موجود. نعم يقول هنا إلى فين وصلنا، والقول على صح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قال لا بأس بالقيمة، هنا ضعفوا هذا الحديث وقالوا إن هذا قول أحمد رحمه الله، قول ابن عمر رضي الله عنه، قال والعمل على هذا عند أهل العلم أن لا بأس أن يقتضي الذهب بالورق. قلنا الحديث وإن كانوا ضعفوه لكن من حيث المسألة، المسألة ثابتة موافقا لمعنى الحديث، بحيث إذا كان اتفق مع الذهب، اتفق في الشراء بنقد الذهب، ليس عنده ذهب وآتى في حينه يدا بيد قيمته من الورق فجاز من الفضة. نعم الصوت هم غالب أصحاب التمور، إيش ظاهر هذه مشكلة موجودة. نعم على كل حال يعني هم الآن إذا أردت أنك تقول أن هل وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ على الدين شعيرا من يهودي، ما هو كذا؟ ما هو كذا؟ ومات صلى الله عليه وسلم ودره مرعونة، فهل كان هذا نسيئة أو ما كان نسيئة؟ يعني هل كان قيمة أم كان شعير بشعير؟ هنا السؤال، إذا كان قيمة قرض وزمان، طيب هي المثمن قل أو مال غير النقدين، من قدر الله تعالى أن النقدين كان من قديم، هي الرمز للتداول بين الناس مقابل للحاجيات، ما هو كذا؟ فالنقدين ثم حتى غير النقدين أيضا، هذه الأشياء المنصوصة، لماذا نص النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا وجه قولهم بأنه ما دام كانت هناك أشياء أخرى أيضا مثمنة وبهذه الأثمان الذهب والفضة، ولم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في الربا، فيبقى لا يجري فيه الربا ولو تفاضلا ولو نسيئة. لكن هنا التمر بالتمر، هل هناك يختلف الحكم إذا كان قال آتني تمر 10 آسع وأنا آتيك بعد شهرين أو 3، هذا صار نسيئة، هذا قرض أو بيع؟ لا، التداول حاصل من قديم الزمان، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه
لما أخذ الشعير هل شعير بدر الشعير أم شعير بدره قيمة؟ فإذا كان شعير بالشعير فيأتي قولهم أنه لا يجوز إلا يدا بيد. ما الذي يستفيد الإنسان؟ يأتي شعير وشعيره نفسه موجود عنده. فمسألة أنه نسيئة في مثل هذه أو القرض الظاهر يكون جائزا. النبي صلى الله عليه وسلم استقرض أخذ قرضا على أنه يعطي إما التمر وإما القيمة. استقرض استدان النبي صلى الله عليه وسلم ومات ودره مرهون بالشعير إن كان أخذه لأهله. فهل يودى الشعير بالشعير أو القيمة؟ أما إذا كانت القيمة ما فيها إشكال، إذا كانت القيمة ما فيها إشكال، لكن إذا كان يودي شعير بشعير قرضا وهذه القروض جائزة الظاهر، ليس بيعا إنما هو قرضا أخذ ليعطي بدله إن شاء الله قرضا. فبيع شخص شيء والقرض شيء آخر والله أعلم. قرضا يجوز إذا كنت أنت نفسك أوضح من هذا. الذهب إذا استقرضت من أحد على أنك تعطيه بدله بعد القرض، من أين يكون هذا؟ هذه الأشياء هي التي تأتي دينا، ما هو كذا، ليس بيعا هذا، هذا باب آخر وهو القرض. البيع يكون ذهب بالذهب، الذهب القديم مصنوع مسوغ صار قديم وأنت تبيع، في هذه الحالة لا يجوز. لكن هناك قرض، أليس الناس كانوا يستقرضون وجاء فيه إذا تداينتم بدين إلى آخره فاكتبوه، كذلك يعني فنظرة إلى ميسرة، كل هذا قرض. أنا آخذ منك الذهب نصف غرام أو نصف طولة وأنا أعطيك بعده بعد شهر شهرين إن شاء الله، هذا قرض وليس بيع الذهب بالذهب. كذلك القرض بالتمر، كذلك القرض بالشعير، هذا ليس بيعا. ولماذا بالحقيقة أنا أذكر أن هناك ناسا مثلا السويق، هذا موجود أظن في بعض الآثار، رأيت أن السويق كانوا يجعلونه من الشعير، السويق من الشعير أحسن من البر، فكانوا يستبدلون السويق الشعير الذي عنده شعير يريد، الذي عنده البر جيد يريد الشعير ليسوي منها أو ليعمل منها السويق، لأن البر لا يكون فيه السويق. فهنا يأتي أنه يجوز بيعه أو لا يجوز تفاضلا، بعضهم قال لا يجوز بيعه تفاضلا، لكن قرض إذا كان آتني قرضا شعير كذا وكذا وأعطيك بدله، هذا باب آخر والله أعلم. نعم، يعني ينبغي أن واضح هذا إن شاء الله، ما ينبغي أن يكون إشكال. وإلا القروض كانت تأتي، القروض تكون في كل زمان من الحاجات التي يستعملونها الناس، كان موجود هذا، فلا يقال إن هذا بيع، لا يدخل في باب البيع. بيع يكون في حينه استبدال هذا بذاك، هذا هو الذي يقال إذا كان يدا بيد أو يكون متفاضلا. نعم ها؟ نعم، هي قرضا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم، والقرض والدنيا كلها من قديم الزمان، والكتاب الله تعالى قد أقر القرض. فإذا كان الإنسان يقرض وإذا كان يدا بيد نسية لا يجوز، ما فائدة القرض؟ أين القرض يكون؟ ما يأتي معنى القرض مطلقا، كأنه في اللغة فقط وليس في الشرع، إذا لم يكن تجهزون إلا يدا بيد. نعم، ثم بعد ذلك قال الحديث الذي بعده، باب ما جاء في ابتعاء النخل بعد التأبير. تأبير وتعبير قد يكون تسهيل الهمزة، أصله بالهمزة، أبر يبر من الإبرة. والتأبير، التأبير هو في الحقيقة أنه إذا كان طلع الطلع، والطلع إلى الآن لم يكن، ما أدري الآن أصحاب النخيل يعرفون، قالوا أن الطلع قد يشق منه ثم يؤخذ من الذكر أو من النخيل الذكر قطع منها ويلمس فقط لمس، سبحان الله، كانوا تلقيه، هذا الذي يسمونه تلقيه. كنا في المدينة في الحقيقة، جزا الله شيخنا حماد الأنصاري رحمة الله عليه، كنا نقرأ عليه، فكان يقول روحوا عند فلان النخيل وسألوه، وذهبنا بالفعل ووجدناه على طالع على النخل ويلمس. قلت إيش تلمس؟
سبحان الله كأنه شيء خفيف منه أخذ وبس يشقه قليل ويمنه كذا وخلاص تلقح تلقحت. هذا التعبير يأتي بالثمر جيدا. أما إذا لم تعبر النخل ولم تلقى فيأتي شيصا كما جاء وشكى أهل المدينة إلى النبي صلى الله شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم نعم أهل المدينة رداءت الثمر. فبعد التعبير والعبد وله مال، باب ما جاء في ابتاع النخل بعد التعبير والعبد وله مال، يعني إذا اشترى العبد له مال فهل العبد وماله يكون مشترى معه أم قيمة العبد يكون فقط لصاحب المال والمال يكون للعبد. قال حدثنا قتيبة أو المال يكون مع العبد. قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا الليث عن ابن الشهاب عن سالم عن أبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد أن تعبر فثمرتها للذي باعها، يعني بعد التعبير، وهذه كأنها قاعدة شرعية، بعد التعبير إذا كان فثمرتها للبائع للذي باعها، يعني ولو سارت النخلة في ملك المشتري لكنه لا يكون الإخلاء لملك المشتري تماما إلا بعد أن يأخذ البائع ثمرته. هنا القياس دخل في بعض المذاهب فقالوا لا يجوز هذا، لا يجوز هذا. لماذا؟ لأنهم يقولون إنه دخل ملك غيره في ملكه هو، هذا لا يجوز. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا من عند الله تعالى، فالاعتراض عليه بالقياس في الحقيقة فيه شيء، ولا نقول أنه سوء الأدب لكنه فيه سوء الأدب إذا كان الحديث واضح بهذا، فيقال القياس لا يعني دخل فيه، وإن كان القياس لا يقبل هذا، يقول دخل ملك المشتري في ملك البائع وبالعكس، هكذا يقولون. لكن نقول ألف مرة يدخل، المسلمون فيهم ترافض وفيهم إن شاء الله هذا التعاون موجود ما دام قد أبر وقاعدة شرعية، فيكون النخل ربما إذا احتاج الماء والسقي وغيره فصاحب الثمر إذا كان وقت الثمر يحتاج الماء ولا ما يحتاج الماء، فصاحب البائع نفسه يقوم بخدمة النخيل حتى يقطف والبيع قد ثبت. إلا أن يشترط المبتاع المشتري إذا قال أنا أشتري والقاعدة موجودة بأنك أبرت فالثمرة تكون راجع لك، لكن أنا ما أشتري إلا أن توافق أن الثمرة لي أنا، فالمسلمون على شروطهم إن شاء الله ليس هناك ينبغي لا ينبغي يكون الاختلاف. نعم. ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. الحديث واضح جدا والحديث من الصحة أخرجه البخاري وغيره بهذه اللفظة. قال وفي الباب عن جابر وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح هذا المذكور. قال هكذا روي من غير وجه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع أي المشتري. وقد روي عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع بهذا اللفظ، يعني ليس فيه اختلاف كلاهما بمعنى واحد. وقد روي عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، يعني كأنه يقول وافق أمر رضي الله عنه، وما حق له أن يخالف رضي الله عنه ما دام قد علم أن هذه هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أفتى عمر بموافقة السنة. وهنا ملحظ آخر وهو أن الصحابة أي صحابيين إذا أفتى والحديث قد بلغه أفتى بموافقة الحديث يدل على أنه لم يطرأ عليه النسخ، لو كان طرأ عليه النسخ لكان الصحابي رضي الله عنه علم ما دام اشتهر فتواه ولم يخالف ولم يظهر النسخ معناه أنه لم يطرأ عليه النسخ، وفيه يكون مظنة النسخ في مثل هذه، ف
ففتاوى الصحابة أو فتوى الصحابي الذي روى الحديث بموافقة السنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه لم تنسخ، يدل على أنه. ولذلك لعل الترمذي رحمه الله بفقهه قد ذكر قول عمر وفتوى عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، مثل الحديث تماما. هكذا رواه عبيد الله بن عمر وغيره النافع على الحديثين. وقد روى بعضهم هذا الحديث النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. وقد روى إكرمة بن خالد، من إكرمة ابن خالد؟ إكرمة من التابعين معروف، هذا من أهل الكتب الستة، البخاري ومسلم أيضا، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث سالم. ولا عمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال محمد بن إسماعيل: حديث الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح ما جاء في هذا الباب. فالحديث واضح الظاهر، وفتوى عمر رضي الله عنه، ولم يوجد ما يخالف فتوى عمر، حتى لو وجد فموافقته للمرفوع يرجح قوله، ويكون الراجح أنه لا يجوز أن يأخذ المشتري إذا كان بعد التابير كذلك العبد له مال إلا بالشرط بأني أشتري، لا أشتري إلا أن يكون المال لي والثمرة لي أنا. نعم. الحيوان كيف؟ هنا إذا كان الحيوان عليه الرحل، عليه كذلك معروف هذا الظاهر، إذا أظن هذا يعني إذا كانت ناقة حاملة، حامل العرف يقولون أنه خلاص يأخذه ناقة وما ولد وما ولدت وما في بطنها، إلا إذا كان ولدت والولد مفصول فهنا ربما يكون أي نعم. أما إذا كان الحمل ناقة حامل قيمتها غير العشراء، وإذا العشارة أطر ذها قيمتها، فالظاهر ما يشتري بهذه القيمة غالية إلا ما الحمل، وهذا عرف معروف. لا الآن ربما أنت تقيس مثلا واحد عنده سرج غالي على فرسي، أبيعك فرسي هذا، فالفرس الفرس والسرج ليس تابع له إلا أن يشترط، ربما تقيس على هذا من هذا النوع، لأنك ما ساومت إلا الفرس، لم تساويه إلا إذا قال الفرس بما عليه محمول، حتى لو كان عليه أيضا أشياء محمولة وتقدر بقدر فجاز أن يكون، لا يكون مختص بالإن شاء الله. كل شيء إذا كان من هذا إذا كان العلة ثابتة في غيرها أيضا كذلك تطبق هذه القاعدة على غيرها من الأشياء أيضا. مثلا إذا لقها من الممكن أن يكون هناك شرط لكنه ما يتفقون عليه والله أعلم، يعني أبيك إذا لقحت، إذا لقحت حان الناقة إلى الآن ما ظهر، فربما يكون قيمتها بعد قبل التلقيح قالوا لو كان غير ملقها كذا وملقها كذا، والله أعلم. إذا اتفقوا واتفقوا على أن عليك عنايتها وعليك رعايتها حتى تلد فالولد لي، قد يكون والله أعلم جائزا. نعم، إذا لم يكن هناك مثار خلاف أو شبهة التنازع. نعم. أي شجر آخر؟ نعم، إذا كان تلقيح، أما إذا كان ما ندري هل هناك من قدر الله تعالى أن النخلة نخلة شبهها شبه المسلم أو شبه الإنسان، أما الأشجار الأخرى قالوا أنها من قدر الله بالهوى، بالهوى فقط، أو أن تريق النحلة، تقع النحلة هنا وتقع على زهر الشجرة الأنثى وتتلقى، فظهر ما يأتي هذا إلا في الشيء الذي يكون مثل هذا ويقاس عليه بالعلة واضحة جدا. لا
المال في الحقيقة ليس للعبد. كيف يتصور المال للعبد؟ من الممكن أن يكون سيد كريما ويقول أنت اجتمع ما أو لك مال إذا كنت تحتاج، وإلا مال العبد للسيد. مال العبد للسيد هذا معروف شرعا، أما إذا أعطاه هبة فهذا هو الذي مثل هذا يأتي، أو يقول روح تكسب وأعطيك منها كذا، فيكون من الممكن أن يكون يجمع فماله للعبد. كذلك ماله قد يأتي ما هو ثيابه غطاؤه ولحافه أشياء كلها لتابع له سريره إذا كان هو يملكه، والله أعلم. على كل حال فالمال الأصل فيه ما المال للسيد إلا إذا وهب له أو أعطاه، والله أعلم. نعم في لماذا لا يكون الآن؟ أنا مثلت لك أنت أردت أن تشتري فرسا والفرس عليه سرج، لا يشترون بسرجه هو هذا، لكن هنا أيضا من الممكن العرف إذا كان جرى يوما ما أن العبد إذا باع فماله والعبد كله للمشتري، هذا العرف نقول ينقضه الشرع، ينقضه الشرع، لكن ذاك العرف لا ينقضه الشرع إن شاء الله، يأخذه إن شاء الله. نعم. طيب الآن الباب الذي بعده قال باب ما جاء في البيعين، بيعين أي البايع والمشتري بالخيار ما لم يتفرق. هنا الاختلاف في معنى التفرق، ما لم يتفرق ما معنى؟ جاءوا بكلمتين في هذا، التفرق بالأبدان أو التفرق بالأقوال، البيعان بالخيار ما لم يتفرق. فقالوا إنه بعضهم قال ما لم يتفرق بالأقوال وإن طال المجلس، وقالوا التفرق يعني إذا تفرق في المجالس، وإذا طال المجلس باع واشترى وأخذ كل واحد حقه وجلس يتحدثان في مكان واحد، ثم ظهر لواحد منهم أن يستقيل أو يقيل البيع، ففي هذه الحالة جاز لأنه مجلس واحد. لكن إذا تفارق ثم اجتمع ذهب ولو خطوات فقالوا إنه قد تم البيع، لا يكون هنا قضاء البيع رجوع بالبيع إلا سماحا، رحم الله رجلا باع سمحا واشترى سمحا، فهنا. أما في حالة إذا لم يتفرقا فهنا قضاء ملزم أن يرد إليه إذا استرد. هذا هو في تفرق المجلس. أما تفرق الأقوال فلا يظهر معناه كما ينبغي، لكنه جاء عن الحنفية خاصة مما ينسب إلى الإمام أبي حنيفة أن المقصود منه ما لم يتفرق أي بالأقوال، بالأقوال بعت واشتريت وأخذ وأعطى وبعد ذلك جلسا يتحدثان، لا خيار بينهما مطلقا لأنهما تفرقا. نقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، هذا عرفا ولغة كله معروف، يعني هم بالخيار ما لم يتفرقا يعني قبلها على الخيار، يعني تفرق بالقول أنت تبيع، جاء واحد يشتري وأنت وهو بينكم الكلام، وربما يتم عليك وما هو الكلام، لا يجوز أن يدخل الثاني نحي عنه. لكن إذا كان هو مستمر الآن ما تم، هو بالخيار أن يأتي فلانا، ما هو كذا من قبل أن يتبرك بالأقوال. على كل حال وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه. بيع الجو.